هلا والله وسهلا فيكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير مع لعبه المسابقه الثقافيه الدوليه. وش فكره اللعبه؟ الفكره بكل بساطه، بنطلب من اللاعب مهمه، اسم دوله، اسم معلم في هذه الدوله، وعنده كوره، يضع الكوره في مكان هذا المعلم بكل بساطه. السؤال بكل بساطة، أين يقع البحر الأحمر؟ يا سلام. ها أول واحد حطها. أول تعادل، أول نقطة تعادل بين الأزرق والأصفر. يعطيكم العافية. أحمر اللاعب اللي بعده فهد وسلمان تفضلوا. السؤال الثاني يلا سلمان. حلو، الأزرق إن شاء الله فايز. تفضل فهد. احنا تونا شوف، احنا نكون محايدين في البداية. طيب يلا، السؤال يقول: أين يقع برج الساعة؟ أين يقع برج الساعة؟ في السودان؟ يلا، وين برج الساعة؟ ودان البحر الأحمر الشيخ. فهد أول واحد فهد نقطة الفهد يستاهل. نقطة الفهد للفريق، نقطة الفهد. يلا اللي بعد يلا فارس اللي بعد. السؤال، نرفع سقف الأسئلة شوي. يلا، أين يقع مضيق هرمز؟ ها وينه؟ أيه مضيق هرمز وينه؟ كلكم درستوا أول ما تسمع فيه معقولة؟ مضيق هرمز. طيب أين يقع مضيق هرمز؟ منه قرب هنا، اقرب هنا عط الكاميرا وجهك. ممكن يكون يعني حولنا ممكن حولنا وممكن مو حولنا. طيب ممكن يكون حولنا. المضيق هو مضيق هرمز. يلا اتهديك تقول 5 مرات تفوز. تفوز. يلا عندك يلا في زملاء بعدك يجاوبون باذن الله. يلا، مضيق هرمز. مضيق هرمز وينه؟ اين يقع مضيق هرمز؟ تعرف تسبح يا ابو؟ ها؟ مو لا، هو يكون في البحر. احنا ما راح نعلم كل حاجه. هو يكون في جهه البحر. جهه البحر مضيق. مضيق يعني داخل دوله، داخل في مدينه صح؟ في مدينة منوره ممكن صح. ممكن يكون عند اليمن. ممكن يكون عند عمان. اليمن كان يقرب لكم كتب فارس. اين يقع مضيق هرمز اعزائنا المشاهدين؟ شاركونا. طيب بالهاشتاج. يلا اللي ما اذا ما جاوبتم نعطيكم 20 ثانيه. وين هرمز؟ 20 ثانيه. هرمز وينه؟ ما ادري تسالني حتى لما ادري والله. ها هنا هذا هو. طيب الاجابه خاطئه. الفريق إجابة، الجميع إجابة خاطئة. السؤال يا غابة يقول: الأزرق والأصفر ركزوا معي. السؤال يقول: أين يقع برج، كيفك بالأبراج؟ جيدين بالأبراج؟ برج إيفل وينه؟ إيفل. برج إيفل. إيفل وينه؟ أين يقع برج إيفل؟ أين يقع؟ هل هو شباب؟ في البداية. منه تعال اقربوا من هنا. في أوروبا، في إفريقيا، في الصين، ممكن في الإمارات، بحرين، يمكن. يلا أين يقع برج إيفل؟ أيوة. أين يقع برج إيفل؟ فرنسا. إجابة صحيحة. اللي بعد حلو. الفريق أخيرا يا أزرق، أخيرا رجعت بقوة. الأزرق مكتسحين كالعادة. يلا كالعادة مكتسحين. أنا بجاوبه. يلا شوف. طيب السؤال، السؤال يقول أين يقع البحر الأبيض المتوسط؟ وينه؟ أين يقع لونه أبيض البحر الأبيض المتوسط؟ يلا أين يقع البحر الأبيض المتوسط؟ أين يقع؟ في شمال أفريقيا. أنا بقول يمكن في البرازيل. شوف برازيل يسار. شمال أفريقيا. برازيل ممكن في برازيل. برازيل؟ ممكن داخل البرازيل. لا مستحيل يكون في البرازيل. البحر الأبيض المتوسط وينه؟ يا جماعة ما قدر أهتم بحر الأبيض يا أثار. ما قدر أهتم. يقول ما قدر راح. غريبة. يلا نعطيكم 15 ثانية. يلا هو أبيض في شمال أفريقيا، يعني فوق أفريقيا. وين؟ الله داخل المدينة البحر. داخل موريتانيا يقول. يا سلام عليك. كفو. بعيد الأزرق. لا مميز. شمال، في الشمال. الآن هذه جهة الشمال. وين الشمال؟ وين الجنوب؟ هنا الشمال. يلا شمال أفريقيا. الشمال هنا. الجنوب هناك. يلا شمال افريقيا. نعطي عشر ثواني. غير شمال غير. افريقيا 10. افريقيا وين ادور؟ فوق مصر 9 8 يا جماعه. فوق مصر تونا قريب. 5
أربعة تحط داخل ثلاثة في ليبيا البحر داخل ليبيا. أنت إيش تقصد أنت؟ ممتاز. الفريق الأصفر يأخذ النقطة. يا سلام واحد واحد. يلا اللي بعده اللي بعده. السؤال أنا أتوقع أن المشاهد والمستمع جوعانين. نتكلم عن أكلة مشهورة الجميع يعرفها. حلو. وين منشأ هذه الأكلة؟ قول. الأكلة هي التاكو. أكلة التاكو معروفة جدا لذيذة وكلنا سمعناها حلوة وموجودة. التاكو طيب هي يسار شوي 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 أيوة أكلت الحكوة الحكوني شباب تقع التاكو وينها؟ دائما نسمع أكلة التاكو تاكو يلا تعرفها كل يا سلام يا سلام يا أصفر تقع وين؟ حلو في المكسيك مكسيك. حلو 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 اللي بعد يتفضل اللي بعد يتفضل يلا يا شباب اللاعب اللي بعده الأزرق فريق الأزرق طيب دام حنا نتكلم على الأكلات فالسؤال هذا بيكون على الأكل والصدق اني جيت انا كابتن فايز الله يصلح يلا عبد الملك ضد عبد الملك ضد عبد الملك طيب السؤال يقول بسم الله الرحمن الرحيم اكله مشهوره عند اهل البحرين اسمها اكله الحلوى البحرينيه روح البحرين يلا البحرين وين الحلوى البحرينيه والبحرين كذا ما في اسهل من كذا اطلع قل لك روحوا البحرين وين البحرين ندورها وين نروح من راح تركيا الدمام والخضر البحرين وينها البحرين قريبة اي طيب من الدمام والخضر السعودية حولها يلا في السعودية هي الدمام والخضر قريبة ها شوف نشوف 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 احسنت يا بهاء يا سلام يا سلام للفريق الاصفر للفريق الاصفر يعطيكم العافية شكوى الله معليش كلمة توجهها الجمهور أنا قلت أما كهت البحرين دمام الخبر قد رحت البحرين قبل؟ رحت البحرين طيب ما تدري وين مكان البحرين؟ ما تدري وين مكانها الله يعطيك العافية شكرا لك يلا اللي بعده اللي بعده يلا يلا يا عبد الله يلا يا أصفر ها طيب منا منا تعال منا السؤال في المساحة نبغى أكبر دولة مساحة في إفريقيا. ها. سهل لكم. سهل لكم. لا تقول مسألة. أكبر دولة. قلنا إفريقيا تروح السودان. صح. يلا. لكن ليست السودان. ليست. ليست السودان. يلا. لا. بعد جاوب لك زيادة. هي في إفريقيا. هذا هو ضدك. هي قريبة من السودان. أحسنت يا محمد الإجابة هي. يا سلام. المن برا يجاوبون يقولون الجزائر زملائك يقولون الجزائر حلو حلو الجزائر. الجزائر. يعطيك العافية اللاعب اللي بعده. أين تقع عاصمة الكويت؟ الكويت. يلا سهلة. هو متعمد. يعني قلنا الكويت تروح السعودية ليه؟ قلنا الكويت. يلا الكويت. هاي الكويت وينها؟ الكويت سهلة شوف شوف الشيخ فارس من راح ما شاء الله هو الشيخ راح افريقيا راح السؤال يا معليش راح افريقيا هي قريبة من السعودية حلو قريبة من السعودية هنا حلو لا ما تغير ما تغير كنت هنا كنت هنا راح فارس ها هو غير طيب يلا معليش يلا طيب ممتاز ممتاز قريبة الكويت عاصمة الكويت الكويت متأكد متأكد ليه خايف إجابة صحيحة صح هو يلا أحد أنواع الأرز مشهور في مدينة في السعودية وش المدينة ذي؟ في السعودية في السعودية تروح السودان سعودية والله الشباب الشباب ضايعين الشباب ضايعين تعال حشوف ايش حطيت؟ يلا ايش حطيت معاذ؟ الرياض وانت؟ الطائف كلكم غلط شيلها الحسا لغز الحساوي نسيتوه يلا معليش حلو قلت نوع من انواع الغز مو اكله وليس اكله يعطيك العافيه اللاعب اللي بعده اللاعب اللي بعده تفضل طيب فهد سلمان يلا الان بقول اسم مدينه الان بقول اسم مدينه طيب يا فهد اسم المدينه ابغاك ان تحط على الدوله فقط واضح بس على الدوله واضح سهله سهل لكم سد يلا يلا
المدينة هي أنقرة. ها وينها؟ أنقرة. أنقرة وينها؟ وينها؟ وين مدينة أنقرة؟ والله سهلة سهلة. مدينة أنقرة تكلمنا عنها قبل شوي ترى. وتكلمنا عنها قبل شوي أصلاً. يشتهرون بأكلة. يشتهرون بأكلة؟ لا لا، هي نص في آسيا ونص حطها بالبحر في أوروبا. حط مدينة في البحر يا سلمان. طيب عندهم أكلة معروفة يا عبد الله. ها؟ أكلة معروفة. بقلاوة حلقوم. ممتاز. دائما نسافر نجيب ال نجيب لهنا. يلا وش هي طيب؟ يلا. أدي إنك عرفتها وش هي. دولة سياحية كذلك. دورها. نصها في آسيا. الله يبارك. شاهد شاهد. تركيا. تركيا. أحسن. سلام. طيب اللي بعده اللي بعده. يلا يلا اللي بعد يا شباب. عمد اجيب انقره عشان تكون فيه. طيب لا حلوه حلوه. ايه طيب اين بسرعه بسرعه اين يقع عبد الملك وعبد الملك؟ اين يقع جبل احد؟ اين يقع جبل حط على المدينه أحد. اين يقع جبل احد؟ في الرياض. في الرياض جبل احد. في الحسن. الحسن يمكن. شرقيه شرقيه. الكويت ممكن. يلا عبد الملك. الاول الاول عبد الملك البريك. عبد الملك الازرق يستاهل. حلو ممتاز. احسن احسن احسن. يلا الفريق الفائز معنا في مسابقه اليوم هو الفريق كالعاده الاصفر. يستاهلون يستاهلون.